قبل أن يبلغ 22 عاماً احتل أحمد المرتبة الأولى مصرياً والرابعة دولياً في صناعة الأشكال الهندسية والمجسمات من أوراق اللعب أو كما تسمى في مصر الكوتشينة. احنا نسميها جنجفة. احنا كوتشينة برضه. طبعاً يسعى أحمد الرفاعي إلى دخول موسوعة جينيس في هذه الصنعة، كما يطمح إلى تأليف كتاب يعلم ما احترفه للأجيال القادمة. رندا أبو العزم معها كل التفاصيل. ما قد يستغرق بناؤه أكثر من 300 ساعة قد يتم هدمه في دقائق معدودات، إلا أن أحمد رفاعي ابن 22 عاماً والملقب بملك الكوتشينة استهواه هذا الفن منذ كان في 7 من عمره، إلى أن بلغ مرحلة احترافية وأصبح الرابع عالمياً في صناعة المجسمات بأوراق الكوتشينة، حيث تمكن من إنجاز أشكال معقدة ومركبة منها الأبراج والمساجد والكنائس والمباني الأثرية وغيرها. أكبر ماكت كطول كان 3 متر و8 سنتي، ده رابع أعلى ارتفاع في العالم. تمام. في اللي هو كان مستشفى 57، دي كانت 120 ساعة، دي كانت أكتر وقت خدته في حياتي. أكتر حاجة أثرت مثلا معايا كانت كنيسة اسمها لوسندا. لوسندا دي كانت طفلة توفت في تفجيرات حصلت زمان قدام مامتها، بس فعملت لها كنيسة كده بالكارتس، يعني كانت حاجة بسيطة جدا، بس عرفت بعد كده إن هي راحت لمامتها ومامتها اتبسطت. رفاعي علم نفسه ذاتيا من خلال اليوتيوب ولاقى تشجيعا ودعما من أسرته. تحتل أعماله معظم غرف المنزل وتأثر به أفراد من العائلة، أصغرهم حسن ابن شقيقته ذو 7 أعوام. أول حاجة كنت متفرجة على خالي هو بيعمل، بعدين أخدت منه بقى الموهبة وبقيت ما أعمل. يعني طول ما أنا بعيداً عن العفش بتاع ماما فقشطة، أنا شغال تمام، يعني طول ما أنا ما بكسرش حاجة، ما بوقعش حاجة، الستاير باينة في الصور، فلا خلاص تمام بالنسبة لماما، الدنيا كده في ميست. أحمد الأول في مصر والرابع عالمياً يطمح في تحقيق رقم قياسي يدخله موسوعة جينيس ليصبح الأول عالمياً، ويأمل بعرض أعماله في متحف مخصص للفنون غير التقليدية وتأليف كتاب يعلم فيه الأجيال الشابة هذا الفن. رندا أبو العزم، العربية، كفر الشيخ.